طبعا اجت الناس الخيره على زوين تاخذ عطوه. يا اهلا وسهلا، حياهم الله. حياهم الله، اهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم. بعد روحي اهلا وسهلا. اجت هاي الوادي كلها تاخذ عطوه من زوين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله، اهلا ومرحبا. عليكم السلام، هلا اهلا وسهلا، تفضلوا. وياكل الوادم على زوين جاي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. صلي على محمد. اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، حياكم مليون وعليكم. تفضلوا تفضلوا. الله بالخير، الله بالخير، حياكم الله بالخير، الله بالخير، حياهم الله، الله بالخير والتنامر. اهلا وسهلا، ما هلا ما هلا، حياكم الله بالخير، حياكم الله بالخير. ممنونين ممنونين. يا الله اللوغو يا منون هلا اليوم جاي كان وهاي الناس الخيره اللي جابهم وانت طيب وبنصول وفوق هذا كله بصينيه كباب ندري بيك تقنع ونعم منه اوكي لا سيدي منه مو جوعي بس والله قصدك منه مو جوعي خلي يسولف اليوم انت الطفل ما يتبرى من القحم واليوم علاوي لا 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 ابوي هنا علاوي لا تقول اخوي يا اخو يا اخو انا اخوي ودوح وبوح وعبوس لا بس انا بس انا لا لا ودوح وبوح كلهم اخوان بس اهلا بيك وجيتكم على راسي سالم راسك احنا ندري ابننا غلطان احنا ابننا غلطان مسيرينه شنو غلطان شنو غلطان مسيرينه وغلطان شنو غلطان ايه بس مره خطك غلط ابنك غلطان لما 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 عايف اخوه هسه بالشوارع هذا غلط بس مره خطكم انا عندي كلمه وياه بس مره خلي سالم سيد هذا السم اخوه لا عمي لا عمي لا عمي لا عمي بس اسكت انت ابوياي صل على محمد صل على محمد اقعد يلا صل على محمد بس صل على محمد سبب الرحمن سبب الرحمن عمي عمي سيد سيد خلي جيبك لا يطلع سبب الرحمن سيد انا اخوك انا مكسر اوقف ولا مجال ولا مجال انا احكي بس لكم السؤال سيد انت مكسر اخو زيوني انت قلت من ساعه؟ اي نعم لا انا مكسر مو اخوي انا عبود اخوي عبود اخوي انا اخوه سيد جاي من هذا شنو هذا جاي من هذا؟ انت السيد ما جاي الخبر وجهك كنا فلوس مسوي انا خلصت انا خلصت انا خلصت احنا دارك 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 سلام صاحبي خطوه استريح استريح اخوي استريح سيد اطلع سيد سيد اطلع عمي انا بس مره قصدي عمي انا بس مره قصدي ابوي وبيتك بعد ما ضلنا بطل بعد عبود بعد عبود استريح استريح يا ابوي استريح صاحبي خطوه عليك استريح جيبوا لهم ماي شراب استريح سوف تريد يصير شوف 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 هسه غير كوني قاعدون ما يصير ما يصير خل حقي حلوه ابوي يا سيدي طقت براسي لا طقاني هذا الربل انا علمه انا علمه انت تعبان انت تعبان لا اعطيني
قل قصة قل خطوة انت ضمن شمر علينا من حشي بس جايلك جايلك اتمنى محمد وين محمد كاف عمي كاف انا قرر ارجع لك مرة كاف عمي يلا هدو 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 الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيوني من رخصتكم سيوني قال الله يساعدك هسه راب انتبه القعده هاي وهذول يهدون هاي هذول ما يصير اقول لك وادم تهجم علينا عمي غير وادمكم يحجون علينا عمو وادم بس مره 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 لا لا عمي لا 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 بس دوبكم محترقين بيناتكم تذابحتوا على شعرات على شعرات تذابحون بيناتكم انتم جايبين ائمه يا بابي انت مالك قرب انت جاي عارف انت مالك قرب انت جاي عارف يا بلال صلوا على محمد سولف سولف فخالي اليوم احنا جينا نسولف لك انت اخوك علاوي وهيك انا بس بدي اوجه كلمه زي فمر السيد اليوم هذا اخوك دمك ولحمك ترضى انت يوميا ببيت ها وبالشوارع قاضي هيك سيد انت ترضى يسوي لي هيك وانا عند زين انا عندي حل وياك عندي حل وياك بدنا نسولف كم سالفه حلوه اهلا وسهلا حياك الله مولاي ولد حلي اهلا اهلا ثم اهلا ثم يا حياك اهلا ارفع صوتك على الشيخ كمل شيء لا تاكل ضو خلي انا اسمع عمي مرض احنا جايين نرن خطوه لا مرض ما شاء الله سمو بالرحمن صباح الخير محمد وعلي محمد عمي زيون من رخصة السيد كل شو لحل أنا مستعد أعطيكم شعر بطني ماشي بطن من الفلافل ضال برا لا ما تدري عمي لا صيحوا بويا صاحبك عمي بس ما رخصتك راح من وادي سولف انت هسه الحكي بس ما رخصتك مولاي ابو سيده هذا اخوك من يبكي على شعره من حقه انت الشعر شو تسوي بويا تقول تاوى صل على محمد كم امامك كم انت قاعد انتوا لا خلي الوالد يتكشف عليكم على مو شعر هذا الحشو عيب عليك هذا الحكي هذا الحكي انت تحرك على شعر عيب عليكم عليك انت على شعر صل على محمد وعلى محمد جايبين منك لناك على شعر والي محمد فرصتكم وهيك انا بس بدي اوجه كلمه زين اليوم هذا اخوك دمك ولحمك سيد انت ترضى يسوي لي هيك وانا عند زين انا عندي حل وياك عندي حل وياك والله لا شوف انا جاي دنك وركز فيها يا اخ والله صراحه من جاي اشوفك قوه كاب نفسي وما اقدر اي شوف هاي انت 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 هذيك راح عبر على الجيران 50,000 شنو بدي؟ ذبحوا وكل يوم ما جيب الطاريه هسه على شعرات انتم قاعدين ونعمنا بشيخ هاي يعني انت ابو الديوتشي؟ عرفتك والله ونعم ديش 50,000 ما قاعد عندك تدري هسه انت تدري هسه انت تجنن اسمح لي من رخصه السيد مو سالم عمي فتره اجل لكم الواجريدي شنو السوالف خالص سوالف عاد شنو جريدي طبل بالملهوره ورجعت له اهله سالم انت هاي بعت الحل جاي لك هاي كان ناسي هاي كان لا هذا الحكي ما يصير جاسم هذا الحكي مو انا باوع تحب كبثوم تحب كبثوم هذا ان شاء الله راح يجيك سيد جاي تستهزئون بينا لا مو حكي شنو جري ذي شنو ديك شنو هذا الحكي ما يصير انتم شنو انت غير تحجون هذا الحكي ما يصير شنو ديك ما يصير حكي
ولا قلت له كفتوم عمي كفتوم ويا عاد ابوي يلا انت ليش هاي ما تدفعك خلي ما ندفع سيد هذا اخوه تعلمت من الناس ليه وجيت انت هذا الصيري بروح للناس ريم بيتكم روح للناس مولاي بعد 25 ما ادري سلم اي والله مع حفاظة الفرخ انت اسم خوي انت مو خوي سيد طيح كشفكم طيح صل على محمد انا جاي اعرف نقاط ضعفكم سيدكم ما مدينهم على عبود لو علي لا علي الطلب يا وهو جاي يسولف انت ليش تقعد هنا اقعد يمنا يلا صار يوم عبود والله دق الله على محمد اللهم صل على محمد ما بغلى الخليفه انا اعرف نقاط ضعفك ودمالاتك فراح اقدم لك شغله وبعدها اعوف الكلام لك تمام سيد فتحي خوي اعطيني هديه ممنوع لك هديه خل شوف والله اقعد ربل اقعد خل نحل السالفه لما شفت الموضوع وادري به هذا ما ينحل الا بهديه اوكي واحد وهاي هديه ممنوع سيد ممنوع اي هديه ما تشب لك حقير ممنوع لا انت فضيحه شنو هديه شنو هديه انت خبيتهم الحكي لك هاي الهديه سيد ولا شنو الهديه انت اخذ هديه ولا شنو ولا شنو اسمع 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 العركان اخوي انت ايش دخلك يلا عليك يلا وانت ايش عندك يلا يلا شنو ببالك تريد انت قبل فتره سمعت بيك رايد لك وين هو اسمع اسمع ابو تدري الطلاق يغضب الله سبحانه وتعالى شنو مو شغلكم انا لو ما هذا الزلمه ما ارضى لو تموتون والنعم منك بس قلبك طيب ونفس ما قلت لك ترضى بصينيه الكباب فدوا روح الله يرحمه ضعيفه اوكي فهذا الجهاز امانه الله جبته لك هديه هذا منين مني وجهات؟ مني شخصي مني والله يعني من عندك مو من علاء مني شخصي انا قلت يا بزيوني شلون اراضي مستحيل يقبل فعرفت نماراتك وين تضعفك طبعا هاي الهديه منين السيد ولا ترى مو من علي واخوي تقولون هاي لا مني من سيد ولا ماشي بس انا علاهم واحد هيك اريدك وهاي عطوه ترى اخذت عطوه من عندك ابوي تروح تكسرها وتسوي لي سالفه والنوب تعال نوب يصير انا قباله سيد انا شنو ما اعرف لي الاصول والله والنعم عاد انا اعطيتك حكايه هاي هي والنعم سيد وذا كسرتها راد لها فايفو الثاني لا 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 والله فايفو الثاني لا اكسرها احنا مو انا وعدتك وعد 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 وقدام متابعينك انت يا زيوني راح تجيك سياره بس صدمه وعد قبالكم شوف راح اعطيكم حساب السيد ترحوا له تقولوا له شنو نوع السياره هاشم يقول نحب جمع الاخوه وما نريد الزور نحكي احنا ويا هنا بيت رشك يا ابو هاشم كل وقتنا نقول المرض الجمعي يا عباي للتالي يظل مبذول صح لسانك صح لسانك حلو حلو مولاي مولاي احنا اللي وياك بكلهن اللهم مو بس بهاي احنا اللي وياك بكلهن مو بس بهاي احنا اللي وياك بكلهن جينا اليوم حتى الراضي زوين والمكسب حلو جينا اليوم حتى الراضي زوين والمكسب وتمت عطوته وخلناك الشكليت ويا الحب عليا ويجول قلبي وقلبك مكسر نعذر نزوين حيل عذرني ما تتكرر هاي عذرني زوين حيل عذرني ما تتكرر هاي عذرني زوين حيل عذرني ما تتكرر هاي عذرني زوين حيل عذرني ما تتكرر هاي يلا باسل حياك الله ابو حسن ضيف السيد ولا وحده السيد
يا بنشكر احنا نشكر السيد يا بنشكر احنا نشكر السيد بحال جيتك حلم ممنون منك يا زوين ما قصرت كلش ممنونين هالشي على اليوم الشيعة وما تابوت الشيعة اليوم الشيعة تابوت الشيعة اليوم الشيعة اسمع عبود اسمع يا سيد طيب ابو طيب ونصاحة الخوان ونعم الله يا سيد ابو الفرنسي بساحة الميدان هاوب للسادة ناي راي الصاحب هاوب للسادة ناي راي الصاحب هاوب للسادة يا ابا مشكورين ونعم الله عليك يا عم السيد السيد على الله يا ابا مشكورين ونعم الله عليك يا عم السيد السيد على الراس السيد على الراس ينحط وهذا عياله وزعنه وزوين هو والمكسب يضلون اخوان ما دام السيد والعواد هنا راضيهم احنا ما موجودين شي حلهم